fin d'année, mais aussi une réunion peut-être de début d'un processus extrêmement important sur lequel on parle beaucoup. D'une réunion comme celle-là qu'on va définir un peu, c'est quel avenir énergétique en quelque sorte pour la société à l'état des lieux des capitales. هدف نتاع الاجتماع تاع اليوم باش نأسس نبني استراتيجية جديدة، سياسة تقوية جديدة مبنية على التحول التقوي أو ترشيد كيفاش نستهلك بصفة عقلانية الطاقات هذه، وكيفاش ندخل مصادر تقوية جديدة منها الشمس، منها الرياح ثاني كذلك، منها حتى الحرارية البطانية لسورس جيوترميك، وممكن في المستقبل الهيدروجين، ممكن في المستقبل النوكليير ثاني كذلك. هذا هو الشيء اللي خلانا احنا رانا نخمم على بعيد المدى اليوم. هنا هي تروا بروبليم في الموديل انرجيتيك تاع الجزائر. قلنا بلي البنيان، قلنا بلي النقل، وبنا ريزيدونسيال. واش معناه؟ هذا اللي هذوك لازم نديروا، تكون عندنا سياسه واضحه شامله وكامله اللي تخلي الاستهلاك من هنا وجاي يكون رشيد. واش معناه؟ درنا تفضل شروط. من هنا وجاي واحد كيحب يبني ما يقدرش يبني بصفه عشوائيه، يا دي نورم مانتنو. بالنسبه للديزل راكم تسمعوا السمانه الجايه ان شاء الله مع سيد الوزير، نروحوا نشوفوا ندشنوا لي كيت جي بي ال تاع 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 ديزل، ما كانش في الجزائر من السابق، سي نوفو.